طبابة مع يحيى الشاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد لي مساكم مستمعين وحبايبنا في كل مكان على إذاعتكم إذاعة ألف ألف اف ام الموجة السعودية. يسعدني أكون معكم أنا يحيى الشاطر لمدة ساعة كاملة ابتداء من الساعة الثالثة والنصف وحتى الساعة الرابعة والنصف في حوار طبي دائما بنتناقش فيه مع ضيوف مميزين يشرفونا دائما في كل حلقة من برنامج طبابة. نطرح فيها بعض المواضيع اللي كل ما يتعلق بصحة الإنسان، وبنتكلم عن بعض الأمراض وكيفية العلاج والوقاية منها، وأيضا بنتكلم عن آخر المستجدات والتقنيات الحديثة، وغير كذا بنتكلم يعني أنت كيف تحافظ على نفسك وصحتك بغذائك ورياضتك. رح نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم من خلال موضوعنا لليوم مع ضيفتنا، وتقدروا أنكم تقدروا تسألوها عن طريق الاتصال 012-616-01. معلش هنعيده 012-616-1100، أو أنك أنت تقدر ترسل لنا عن طريق الواتساب البرنامج على الرقم 052-6-89-01. وحاب أنوه أنه حلقتنا حتكون متاحة بإذن الله خلال 24 ساعة من البث على اليوتيوب في حسابنا ألف ألف اف ام. وتقدروا أنتم كمان مستمعين أنكم تتواصلوا معنا على حساباتنا في السوشيال ميديا تويتر إنستغرام ألف ألف اف ام. شهر رمضان المبارك هو دائما فرصة لتهذيب النفس، يعني انت تهذب نفسك من اخلاقك قبل كل حاجة، مو يعني انسان ما بتاكل تيجي تفصل علينا. وفرصة انك انت كمان تهذب وتحسن من نظامك الغذائي. من حيث تنويع وجبات الطعام وتتناولها بتوازن واعتدال. صراحة أنا الخمسة الأيام اللي في رمضان ما شاء الله علي بيرفكت. أتوقع أنهم لو جاني أفضل دكتور حيقول لي أنت إنسان نظامك الغذائي واو. ما أني ما ظنيت. اليوم موضوعنا حيكون عن النظام الغذائي الصحي في رمضان. حتكون ضيفتنا لهذا اليوم الأخصائية آلاء جوتا، أخصائية تغذية علاجية بعيادة فقيه التنفيذية. نرحب فيك أستاذة آلاء ونقول لك أهلا وسهلا بك في برنامج طبابة. أهلا وسهلا، كل عام أنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة يا رب. كيف كان رمضان معك؟ الحمد لله ممتاز. يعني في يعني النظام الغذائي ماشي عليه؟ قد ما نقدر. طيب كويس جميل. هل أنت في شهر رمضان يعني بما أنك ما شاء الله أخصائية تغذية تطبق النظام على أهلك كمان في البيت ولا؟ طبعا ضروري. جميل، ويسمع الكلام؟ 70%. جميل، طب كويس. طيب خلينا احنا ندخل في موضوعنا اليوم. دائما في احتياجات جسم الإنسان في شهر الصيام شهر رمضان بتختلف عن الأيام الأخرى، انه يخلي بعض أحيان انه الصائم يعني
أنا أكون ماسك نفسي في الأكل ماسك نفسي في الأكل وفجأة أندفع كذا اندفاع قوي ما يخليني أنا أصير عندي إفراط في الأكل، وهذا أتوقع أنه يزود الوزن، صح ولا لا؟ مع أنه عادة أنه في رمضان يعني ممكن نأكل وجبة الإفطار وبعدين خلاص السحور يمكن نأخذ يمكن لا، يعني تقل الوجبات. هو على حسب عادات الإنسان والعادات اللي بيتبعوها في البيت. طبعا فين هو المفروض من شهر رمضان أنه هو يكون فرصة أن إحنا نخسر الوزن الزايد ونحن نحافظ على صحتنا. الهدف من الصيام أنه أعضاء الإنسان بترجع يصير لها زي الديتوكس، زي نتخلص من السموم اللي متراكمة في الجسم. بس اللي بيحصل طبعا في أغلب البيوت العكس تماما. طب حلو، هو يعني أنه إحنا نخسر من الوزن علشان الوجبات عندنا تقل بس الأكل أكثر، هذا راجع لنا إحنا، مو راجع لرمضان. إحنا اللي بنزود أكلنا. هو المفروض أنك أنت قلت عندك، أنت ما بتقدر تأكل فطور وغدا وعشاء وسناكات، أنت بيكون عندك وجبتين وبينهم سناك ممكن. فهذا شيء راجع لنا إحنا كيف حنرتب طريقة أكلنا. طبعا أكثر الناس يعني ما بياخدوا كمية كفاية من الموية، هذه أكبر غلط بيصير في رمضان. حلو. لأنه الجسم في حالة صيام طول اليوم، فلازم أقل شيء ما يقل عن 10 أكواب في اليوم عشان تقدر تعوض. 10 أكواب يعني كم لتر تقريبا؟ 3؟ تقريبا 3 لتر 2 لتر ونص يكون كويس، بس يعني 10 أكواب عشان يقدر يوزنها. ما أقول لك ما أعرف أوزنها بالتر. أوكي. وبصراحة يعني بعض الحين إحنا من جد نقصر في شرب الموية، بعدين يعني أنا بحاول إنه زي كذا أشرب طول اليوم موية على أساس أقول إنه ما أعطش في النهار، خاصة عندنا دوامات وزي كذا. هو صح هذا الهدف من إنه الواحد يكون يخلي. في ناس يشربوها ما شاء الله قبل النوم يحس بنفسه جمل. لا، قبل النوم حيصير للجسم حالة استسقاء، بس حيصير يحتاج يروح الحمام كثير معه. أوكي. طيب يعني إحنا نبدأ وجباتنا مثلا إنه إحنا نبدأ الوجبات يعني كذا تكون بطريقة منظمة، بحيث إنه ما يصير عندنا الإفراط في الأكل. حيكون الطريقة كيف؟ إنه أنا أخذ أول شيء. طيب أول شيء. أو عصيرات فريش طبيعية. الناس بيفكروا إن هي عصير فريش فإنه هو عصير صحي. حلو. هو موجود فيه نسبة عالية من السكر، فهذا الشيء بيزود من نسبة السكر. بيزود من نسبة الإنسولين في الدم بطريقة سريعة. وبعدها ممكن يجي للواحد دوخة وخمول بسبب الشيء هذا. أوكي. فلازم نبدأ بموية موية وتمر. طبعا ممكن لازم الواحد ياخذ فاصل بعد ما يجرح صيامه. طب التمر في عدد معين؟ ممكن ناخذ عدد السنة، ممكن من حبة 3 5 7 7 يكون عدد فردي، بس ما يكثر أكثر من كذا. لا، ما أظن في أحد حيأكل أكثر من كذا. أوكي. طب بس بعض الحين إذا كانت فيه القشطة ولا الطحينة حق التمر أتوقع أنه يأكل 20 25. هذه صارت وجبة ما صارت تمر. أوكي. طيب جميل. طيب بعدين تقولي يأخذ بريك إنه هو يروح يصلي. طيب أول شيء حيرجع بي، أفضل شيء المفروض نبدأ بي، صحن السلطة. حلو. أوكي. ليش صحن السلطة؟ عشان فيها كمية ألياف عالية، فيها فيتامينات ومعادن، برضو فيها كمية موية عالية، فيها كمية سوائل الجسم يحتاجها. بعدها ممكن نبدأ بالشربة. السمبوسة ممكن ما نزود منها أول شيء لأنها هي يعني تعتبر كربوهيدرات. حلو. ممكن كمان يعني نطبخها بطريقة صحية، القلاية الهوائية، الفرن. هنقلل على نفسنا من كمية الزيوت اللي داخلة. طبعا الدهون مع الكربوهيدرات هتحصل امتصاص جدا عالي. أوكي. طيب حلو. هنا احنا برضو في نفس الوقت ما نشرب معاها العصير نهائيا. لا، انا افضل انه احنا ما ناخد عصير في وجبة الفطور، نبدله بالموية او اللبن. نشرب الموية مع عادي مع الاكل. ايوه عادي. هو يفضل تبدأ بالموية، يعني تبدأ بكاسة كاستين موية وبعدين تبدأ تاكل. جميل. طيب اللي كنت بسألك كمان، إحنا دحين خلصنا من وجبة الإفطار، هل نسوي في وجبة ثانية بعدها أو لا؟
هو طبعا لما انت تقلل وجبة الفطور، هو يفضل انه يكون ترتيب الوجبات وجبة افطار تكون خفيفة منها المعدة تتهيأ لكمية الاكل اللي هي قاعدة تستقبلها، لان يعني كنا في حالة صيام، المعدة كأنها مقفلة. فانت تاخذ شيء خفيف تهيئ جسمك، تقوم للصلاة، يفضل انه تكون الوجبة الرئيسية بعد صلاة التراويح. حلو. هنا يعني احنا ناكل زي ما نبغى يعني تقريبا، يعني انا ما حاخذ منك التفاصيل، فخلينا احنا نروح لفاصل بسيط واعرف ايش اللي ناكل بالضبط، لان انا تحمست. فانا قاعد اللي متخيل انه حيكون شيء كبسة تقولي لي واشياء زي كذا. طيب مستمعينا، اكيد راح نكمل معاكم مع ضيفتنا اخصائية التغذية آلاء جوتا، اخصائية تغذية علاجية بعيادة فقيها التنفيذية. ونذكركم انكم تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الاتصال على الرقم 012-61-61100، او ترسل لنا على واتس البرنامج 0562-89-01. فاصل ونرجع لكم. طبابة مع يحيى الشاطر. يا هلا وسهلا مستمعينا من جديد، ومكملين معاكم في موضوعنا عن الصوم الصحي في رمضان. وتقدروا انكم انتم كمان تشاركونا وتتواصلوا معنا عن طريق الاتصال 012-61-61100، او ترسل لنا على واتس البرنامج 052-6-89-01. ونرحب فيك من جديد أستاذة آلاء، آلاء جوتا، أخصائية تغذية علاجية بعيادة فقيها التنفيذية. طيب إحنا تكلمنا قبل الفاصل عن إنه إيش هي وجبة الفطور، من إيش مكونة. طيب إحنا نبغى نعرف إيش هي وجبة العشاء، لأنه قلت لك إنه هل نثقل أو لا، قلت إن شاء الله، فخلينا نسمع. طيب أهم حاجة إنه إحنا نحافظ على كمية بروتين مناسبة في الوجبة. طبعا احنا اكبر غلط في رمضان، اكبر حاجة، اكبر تغيير في اكلنا بيصير انه احنا بنعتمد على الكربوهيدرات مرة كتير. اغلب السفرة مقالي، صواني، فاحنا لازم نركز انه احنا ناخد كمية بروتين مناسبة للجسم. بروتين زي ايش؟ بروتين موجود في البيض، في الدجاج، في اللحم، طبعا على حسب وزن الشخص، بس يعني ما لا يقل عن 100 الى 150 جرام بروتين. طيب طبعا زي ما قلت لك، طبق السلطة أساسي في كل وجبة، في الفطور وفي الطبق المهجور. لا ما هو مهجور كثير، مو مرة. شيء تاني، كمية الكارب طبعا على حسب رغبة الشخص، حابب يزود وزنه، حابب ينزل وزنه، بنحدد كمية الكارب على حسب طوله ووزنه واحتياجه، وإيش الهدف اللي هو حابب يوصل له. جميل. طيب إيش اللي إحنا كذا خلاص أخذنا تعشينا الحمد لله. أوكي. في حلا إحنا عادة دائما نحطه بعد الفطور أصلا مباشرة، بس إنه نبغى نعرف قبلها السحور، إيش برضو نأكل في السحور إذا كانت هي الوجبة الأساسية هي العشاء؟ طيب إيش السحور؟ طيب السحور إحنا ممكن طبعا لازم نأخذ أشياء عشان تساعدنا إنه إحنا ما نعطش ثاني يوم. زي إيش؟ زي الموز، زي التمر، في نسبة ألياف، في بوتاسيوم. البوتاسيوم هو مادة، هو معدن، بيقينا، بيخفف علينا حدة العطش الثانية، بيساعد الجسم ان هو يعوض السوائل. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه اصلا تسحر فانه في السحور بركة؟ ممكن زي ما قلت لك نرجع للسبب اللي احنا اذا حابين نزود وزننا او حابين ننقصه، هنعتمد على كمية ايش كمية الكارب اللي هتكون موجودة، هيكون في كمية بروتين بسيطة. طبعا احنا ما هناخد كمية زي كمية العشاء لأنه إحنا حننام. صح. فأنت عارف لو أحد أكل ونام، الأكل حيصير له فرمنتيشن، يعني تخمر في المعدة. حيصحى ثاني يوم تعبان وعنده خمول وعنده آثار صارت من إنه هو أكل بس ونام. ما في زيادة وزن؟ لا طبعا في زيادة وزن أكيد. أوكي.
ما هو هذا؟ طبعا زيادة الوزن تعتمد على إيش كان نوع الأكل. أوكي فهمت عليك. طيب حلو، العصير حنشربه في العشاء عادي؟ أيوة عادي، عشان إحنا لسه ما قلنا متى هن... فريش؟ أيوة عادي. طيب يعني أنا سمعت إنه دائما مثلا إذا جيت أنا أخذت عصير برتقال فالسكريات فيه بتزيد غير لما أنا أكل برتقال لحالها. أيوة يعني طبعا هي... لأنه أنت لما تأكل البرتقال لحالها حتكون فيها نسبة ألياف، بس أنت لما تعصرها تروح الألياف، تروح اللي الألياف اللي فيها كلها، وأنت خل... يعني استخلصت نسبة السكريات اللي فيها. بس طيب هل أنا ما أستفيد من نفس العصير أو لا؟ بس زي برضو نرجع أقول لك، أنت إيش الهدف حقك يعتمد. في ناس عادي ما عندها مشكلة والعصائر ما بتسوي لها شيء، ونسبة السكر الطبيعي من ضمن احتياجها عادي بيدخلوه. في ناس ما يحتاجوا الدايت حقها. حلو. طيب الحلا، الحلا متى؟ الحلوية هذه لازم، هذه من أهم الأشياء. شوف، هو أي شيء بيتاخد بكمية مناسبة ما بيكون ضار على الجسم. أنا ما حقدر أقول ما حد يأكل حلويات. أوكي، بس نحاول يعني. طيب مستمعينا أكيد راح نكمل معكم مع ضيفتنا الأخصائية آلاء جوتا، أخصائية تغذية علاجية بعيادة فقيها التنفيذية. وتقدروا أنتم تتواصلوا معنا عن طريق الاتصال على الرقم 012-61-611-00، أو ترسل لنا على واتس البرنامج 052-689-01. فاصل ونرجع لكم. طبابة مع يحيى الشاطر. يا هلا وسهلا بمستمعينا من جديد، ومكملين معاكم في موضوعنا عن الغذاء الصحي في رمضان. خلينا أذكركم أنكم تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الاتصال على الرقم 012-61-611-02، أو ترسل لنا على واتس البرنامج 052-689-01. يعني أبغاكم تهلكوها أسئلة. طيب في سؤال جاني من ماجد. السؤال من ماجد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. ماذا يحدث لو أفطرت لحم ومرق بعد التمر والمويه؟ طيب، هو أهم حاجة عندنا زي ما قلنا، إحنا نبغى نفطر، نبدأ بالسلطة عشان السلطة خفيفة، مدة هضمها ياخد من 10 دقائق، ما يزيد عن 10 دقائق. أوكي، عشان فيها أملاح وفيتامينز تمد الجسم بالأشياء اللي خسرها وقت الصيام. اللحم يعتبر من أكثر البروتينات المشبعة بالدهون، ياخذ هضمه من 40 إلى 45 دقيقة. فهو اللي حيحصل إنه حيجيله تربك في الأمعاء. أوكي، يعني لا يأكل. بس إنه طيب ليه يعني المرق؟ ما هو مثلا الشربة، ما هو إحنا بنشرب الشربة شرب. ممكن بس الشربة صح إحنا ما ذكرناها، هل إحنا نقدر نأخذها على الفطور عادي؟ طبعا، شربة العدس، شربة الحال، شوفان، قيمة من البروتين عالية موجودة في العدس. بس نحاول أن احنا ما نأخذ الأنواع المصنعة لأنه فيها أملاح مرة عالية. الشربة الجاهزة فهمت عليك. بس احنا نسويها في البيت، نعتمد على الأشياء الطبيعية. ما هي شربة الحب بتصير بعض الحين باللحم ولا الدجاج عادي؟ بس احنا ما بناكل كمية كبيرة، احنا مو التركيز الأساسي عندنا هو اللحم حيكون. أنا ما صحيح بس النكهة، نكهة ممكن تاخذ قطعة صغيرة، بس ما يكون هذا هو التوجه حقك انك انت تفطر لحم. اوكي طيب جميل. طيب خلينا نتكلم عن العادات الغذائية السيئة في رمضان. طيب طبعا اسوأ عادة انه احنا بناكل كمية كبيرة وقت قصير. هذا اسوأ شيء احنا بنسويه. يعني احنا دائما ما شاء الله بنجلس ناكل صح، انه احنا قلنا في بداية الحلقة انه احنا ما ناكلها بدفعة مرة واحدة، هي تكون على
يعني فترات مقطعة علشان إنه ما يصير. طب إيش في كمان من عادة سيئة ثانية؟ الأطعمة اللي مليانة أملاح، زي ما بقول لك الأشياء الجاهزة اللي مليانة أملاح واللي غنية بالسكريات. أوكي. طيب عندك إنه في ناس كتير ما بيزودوا شرب الموية إلا قبل الإمساك، قبل وقت الأذان، بيركز إنهم هم يشربوا موية، وهذه برضو عادة خاطئة. عندك كمان طبعا إنه إحنا بنعتمد في أكلنا على المقالي، وهذه عادة جدا خاطئة. أوكي. الإكثار من الكربوهيدرات اللي هي النشويات، هذه عادة جدا خاطئة. لازم يكون الأكل يعني يكون متوازن وصحي. جميل. يعني ما نجي يعني ما نركز على عنصر ونسيب العناصر الثانية. حلو جميل. طيب في معانا اتصال، خلينا ناخده. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساء النور، كل عام وانت بخير. من معاي؟ كل سنة وانتم طيبين. معاك عايد السلمي من جدة. والنعم يا أستاذ عايد. الله يحييك. أولا شاكر لكم هذا البرنامج، بس الله ينفع بكم ويساكم الله خير. سؤالي من جزئين. السؤال الأول ما يتعلق بالأطفال، هل هناك غذاء مناسب للأطفال خاصة؟ يعني كثير من الأطفال الآن ربما يعني فضل نازل يصومون، أعمارهم أقل من 10 سنوات. هل هناك غذاء مناسب لهؤلاء الأطفال خاصة منهم الآن في دراسة وهم صائمين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أهمية المكسرات بشكل عام، هل لها دور في برنامجنا في الغذائي خلال بالذات خاصة وجبة الإفطار؟ هل هناك أهمية لهذا النوع من الغذاء المكسرات بشكل عام؟ جميل، يعطيك ألف عافية أستاذ عايض، وإن شاء الله بإذن الله حنجاوب فيها أسئلتك، الأسئلة حقتك هي الآن مع الأخصائي. شكرا صديحة. شكرا. الله يعطيك ألف عافية. طيب أستاذ لا، أنت سمعتي يقول لك الأطفال بما أنهم يعني كمان دحين صح في أيام مدارس، والآن هم بيروحوا وأكثرهم بيصوموا. طيب. هل لهم يعني نظام غذائي؟ احنا حنحاول نركز بالنسبه للاطفال انه اكلهم يكون فيه يكون يحتوي على الياف قابله للذوبان. جميل. زي الشوفان، البازلاء، الفاصوليا، التفاح، الجزر. نحاول نزود لهم خضروات وفواكه وعصيرات طبيعيه قد ما نقدر. ما يقل كميه الكربوهيدرات في اكل الطفل عن 150 جرام. أتوقع أنهم كمان يحتاجوا أكثر يعني. ونفس الكلام هل في العشاء زي نفس النظام عندنا فطور عشاء السحور ولا هم لا تكثر في السحور؟ يحتاج كالوريز أكثر من الشخص البالغ. حلو. لأنه بيلعب ويتحرك. أيوة بزيادة. أيوة. ولأنه بينمو جسمه بينمو. صحيح. فهم يحتاجوا أكل أكثر مننا، فلازم نركز للأطفال على موضوع السناكات. حلو. أوكي، سناكات صحية قد ما نقدر. سلطة الفواكه مثلا، ممكن ياخذوا كسترد نستخدم في صنع البيض عشان يرتفع القيمه الغذائيه. يعني شرب المويه ضروري نركز للاطفال على الاشياء هذه. جميل. طيب المكسرات ايش فائدتها في النظام الغذائي؟ المكسرات هي مصدر للدهون الصحيه اوميجا 3. طبعا الدهون الصحيه هي بتساعد على تخفيض الكوليسترول الضار، بتقي المخ، بتقي عضلة القلب. جميل. لها فوائد جدا كثير، فطبعا ضروري انه يكون في اليوم. انا احب ادخلها كسناك صحي بدل ممكن حتى في الحلويات ممكن لما يستخدموها هي شيء صحي، بس ما يزيد عن 10 حبات في اليوم، من 10 الى 15 حبة اذا الواحد حاب ينزل وزنه. بس يعني مو معنى انها هي صحي انها هي الدهر فيها. لا، في مشكلة الناس يفكروا انه كل شيء صحي. والله هذه حلوة موجودة كذا تكون في المغربيات، العشاء مع الشاي. لا، هو مو كل شيء صحي هو دايت. اي شيء انت بتزود منه، انت بتزود الكالوريز حقتك، بتزود الانتيك. طيب حلو. طيب في كمان معانا اتصال ثاني، نقول الو مرحبا. الو. اي مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. تعرفين باسمك؟ معك عبير. أنا مكرمة يا أستاذ عبير، تفضلي. إيش سؤالك؟ كيف؟ تفضلي، إيش سؤالك؟ أنا بشارك في المسابقة.
ها لا هذا في برنامجنا التالي. اوكي شكرا. اوكي الله يعطيك الف عافيه. طيب خلينا احنا نكمل. كيف احنا نقدر نتخلص من الوزن الزايد في رمضان؟ طيب اول حاجه عشان موضوع الوزن تحديد كميه الكربوهيدرات. كميه الكربوهيدرات هذه تتحدد على حسب الوزن والطول، على حسب كم وزنك كم طولك نسبه صحيح. نشاطك انا اقدر احدد لك كميه الكربوهيدرات اللي انت ممكن تاخذها. جميل. زي ما قلت لك هنحدد كمية الكربوهيدرات، هنحدد كمية البروتين، لازم يكون كمية الألياف جدا عالية في النظام الغذائي، الألياف اللي هي السلطات، الحبوب الكاملة، زي ما قلت برضو الألياف القابلة للذوبان ممتازة. بناخد عندك ممكن نبدل الخبز الدقيق نبدله بالشوفان أو بالشعير، يعني خلاص يكون مثلا بدل ما هي تكون السمبوسة مقلية تكون بالقلاية الهوائية. أيوة طبعاً الأشياء طبعاً. زي كذا هنحاول نستبدل كل شيء، هنحاول نقلل كمية الدهون في أكلنا قد ما نقدر. جميل يعطيك العافية. طب مستمعين أكيد رايحين نكمل معاكم مع ضيفتنا الأخصائية آلاء جوتا، أخصائية تغذية علاجية بعيادة فقيه التنفيذية، ونذكركم أنكم تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الاتصال على الرقم 012-61-6110 أو ترسل لنا على واتس البرنامج 052-6-89-01. فاصل ونرجع لكم. طبابة مع يحيى الشاطر. يا هلا وسهلا بمستمعينا من جديد، ومكملين معاكم في موضوعنا الغذاء الصحي في رمضان. هذا آخر برد للأسف الشديد، لا تزعلوا. طيب احنا اتكلمنا قبل الفاصل عن كيف النظام الغذائي للأطفال، وتكلمنا عن العادات الغذائية السيئة في رمضان، وكيف حنقدر احنا نقدر نتخلص من الوزن الزائد. خلينا اذكركم انكم انتم تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الاتصال 012-61-6110 أو أنك تقدر ترسل لنا على واتس البرنامج 052-6-89-01. وضيفتنا لليوم الأخصائية آلاء جوتا، أخصائية تغذية علاجية بعيادة فقيه التنفيذية. نرحب فيك من جديد ونقول لك يا هلا وسهلا. أهلا وسهلا. طيب ألا في ناس قاعدة تسأل فين مكان العيادة؟ فعيادة فقيه التنفيذية هذه تابعة لمجموعة فقيه الطبية، المتواجدة في برج الهيدكوارتر على الكورنيش في الدورة الأحداش. في الدورة الأحداشر. جميل. الناس الوقت في رمضان بيختلف عندكم؟ موجود مواعيد صباحية. جميل اوكي. طيب خلينا ناخذ قبل ما نبدا بالاسئله والحوارات اللي احنا بنتكلم عنها، في جانا سؤال. عندي ولدي بعمر 10 سنين، هو عنده مرض وراثي وهو نحيف وياخذ اوتوزيت وليجالون واوميجا 3 الصباح وقبل النوم واكله قليل. سؤالي هل أخليه يصوم لأنه ما بيأكل كثير وعنده علامات نقص بالفيتامينات وعشان كمان دواء؟ لا طبعا ما أتوقع أنه في حالته ممكن يصوم. أول شيء سنه صغير، ثاني شيء عنده أدوية. لا ما يحتاج أنه يصوم. لا ما يحتاج أنه يصوم. لا. وإذا هذا يروح لأكيد يعني أصلا لازم يكون تحت متابعة الدكتور حقه. ولازم ما ينفع يأخر الدواء عشان موضوع الصيام. طيب في سؤال ثاني، إيش رأيها في زيت الزيتون للقلي ومدى صحيته للوزن والجسم؟ عاد الناس عندهم هذا زيت الزيتون يأخذوه في كل حاجة. أنا ما أفضل القلي أساسا. فأفضل أنه ممكن نستعين ببخاخ زيت الزيتون ونحط الأكل في القلاية الهوائية.
حتشوف نتائج مرة أحسن. طب خلينا إحنا نتكلم دام إنه هذه سألت قالت عن زيت الزيتون. زيت الزيتون هل هو فعليا يعني إنه صحي وما يضر؟ وأنا أعرف إنه كل ما الشيء زاد عن حده ينقلب ضده. هو طبيعي، هو يعني الجرام من الزيت يدينا 9 كالوري، هذه قاعدة، سواء كان الزيت صحي أو غير صحي. زيت الزيتون من مصادر الدهون الصحية. له فوائد كتير، زي طبعا زي ما قلنا الدهون الصحية بتخفض الدهون الضارة في الجسم. جميل. بس بنفس الوقت احنا ما نقدر نستهلكها بعساس انه هو صحي فنستهلكه بدون ما احنا نحدد الكمية. بس انه ما نجلس نستخدمه مثلا كل حاجة في الطبخ ونقول والله هو زيت زيتون هو ما يضر. هو يفضل ان احنا ما نقلي اساسا، يفضل ان احنا نستعين ببخاخ. بس ايه ممكن بخاخ. اوكي جميل. في القلاية الهوائية او الفرن. حلو، يعطيك العافية. طيب ليش دائما احنا في رمضان بنحس بالخمول والدوخة، وخاصة بصراحة بعد الفطور، وبعض الحين طول الوقت، يعني هو بعد الفطور عندك لين الليل؟ طيب طبعا في أكثر من سبب، طبعا أول سبب اللي هو انخفاض ضغط الدم. بسبب زيادة تدفق الدم للمعدة والأمعاء بعد كمية الأكل الكبيرة اللي الإنسان بياخدها بعد فترة الصيام، فكل الدم اللي المفروض يكون في جميع أعضاء الجسم بيتوجه للمعدة والأمعاء. وكمان أكثر الناس اللي بيكونوا عرضة للموضوع ده اللي بيكونوا على أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم وبيسوي العادة هذه. عندك كمان الجفاف، اللي هو ما بياخدوا كمية مناسبة من الماء في فترة الصيام فبتجيهم دوخة وقت الفطور. ممكن برضو يعني ممكن يخففوا من الأعراض هذه إنهم هم ما ياخدوا من 8 إلى 10 أكواب ماء في اليوم. عندك سبب جدا مهم اللي هو انخفاض مستوى السكر في الدم، بيحصل كده بعد ساعة من الفطور. طبعا هذا بيكون بسبب الارتفاع السريع لمستويات السكر في الدم، والمسبب الأول هو شرب العصائر المركزة اللي مليانة سكر أو العصيرات الطبيعية برضو. حلو. طيب في سؤال جانا برضو من على واتس البرنامج، يقول تقول يسعد لي يومكم، ممكن أعرف أنا أحس بعد الفطور بخمول مو طبيعي؟ يعني هذا اللي دوبنا جاوبنا بالضبط. وطاقتي عكس صيامي تماما. للمعلومية أنا حامل بالشهر الثاني، والله يسعدك. هل لازم أكل شيء معين عشان أصير نشيطة؟ هو لازم ترتيب الوجبة، وطبعا اكيد هي لازم تتابع مع الدكتور انه ونقلل من النشويات. نقلل من النشويات. انا قاعد اقول نكثر يعني انا ما شاء الله. أيوة، لازم تحدد النشويات في اكلها. لازم تشوف اذا عندها فيتامينات ناقصه، اذا هي تحتاج تاخذ مكملات غذائيه. بس جميل. طيب خلينا نتكلم عن الرياضه في رمضان. دائما احنا الآن في الحمد لله صار الوعي عند الشباب إنهم مو بس الشباب، يعني الشباب أقصد الرجال والبنات، فصار عندهم الوعي في موضوع الرياضة. صاروا ينزلوا قبل الإفطار، اللي يروح النادي وتلاقي النوادي زحمة بصراحة، وفي ناس بعد التراويح. فأبغاك تعطينا كذا نظام رياضي إنه كيف إحنا نقدر نتبعه. طبعا انا ما اشجع احد انه هو يسوي رياضه ثقيله قبل الفطور. يعني كيف يعني انه قلبك يدق وانك انت تعرق، لانه انت حيصير عندك جفاف لانك ما حتقدر تعوض المفقود من السوائل. فافضل رياضه قبل الفطور المشي. اوكي يعني طيب اوكي، بس ما صار له شيء، ما طاح ولا شيء، صار له جفاف، هل حيضر يعني جسمه يعني؟ ايوه على المدى الطويل طبعا حيضر جسمه. الجفاف له اعراض ثانيه كثير ممكن يعني تأذي الجسم. اوكي يفضل يعني اذا احد حاب يسوي رياضه قبل الفطور مشي من 20 الى 30 دقيقه. مشي مو جري؟ لا مشي مو جري. وافضل رياضه هي بعد الفطور بساعتين، نقول بعد التراويح. ممكن احنا طبعا انت عشان تلتزم برياضتك في ذا الوقت لازم تكون ماكل خفيف. حلو. فبعد الرياضه ممكن تاخذ اللي هي الوجبه الاساسيه حقتك زي ما قلنا. وبعدها يكون اللي هي الوجبه الخفيفه قبل الامساك. جميل. يعني هذه افضل رياضه تكون موجوده بال ايوه، اذا اي احد حاب يسوي رياضه
رياضة يعني ثقيلة غير يعني مو كارديو. تكون بعد بعد تكون التراويح. إيه تكون بعد التراويح أو بعد الفطور، إنه يعني في ناس ترى يعني بعد الفطور يكون فطور جدا خفيف وبعدها بيعملوا رياضة. برضه عادة ممتازة. جميل. طيب عندنا بعض أحيان الناس بتشرب الكافيين، هل الكافيين بيسوي شيء يعني بيكسر الأكل اللي إحنا مثلا بناكله مثلا زي السلطة أنت قلتي ناكله مثلا في الفطور وناكله في العشاء، خاصة يعني دائما سمعة الشاهي سيئة، لا تشرب الشاهي عشان يكسر الحديد. أوكي، أنت لما تكون وجبتك غنية بالحديد وبعدين وتشرب مباشرة بعدها على طول شاي، بيرتبطوا الاثنين مع بعض وبيتكسر وما بتستفيد منه. بس الشاي كشاي يعني هو فيه انتي اوكسيدنت جدا عالي ويعطيك طاقة على مدى طويل في اليوم، فالشاي جدا ممتاز بس مو بعد الأكل على طول. والكافيين العالي اللي في القهوة، زيادة جرعة الكافيين هي من مسببات الجفاف. أيوه. برضو يعني الناس لازم يراعوا إذا عندهم حالة معينة ضغط، فلازم ينتبهوا فيها. يعني بصفة عامة ما يزيد ما تزيد القهوة من كوب إلى كوبين في اليوم. حلو، أصلا ما في وقت إنه نشرب أكثر من كذا. فطيب بس إنه يعني هل إنه لها وقت محدد؟ يعني ما هو زي إحنا قلنا مثلا والله ناكل الوجبة الرئيسية بعد التراويح، هل هي نفس يعني الكلام مو ولا إنه بعد الفطور عادي يعني خلصت فطور شربت قهوتي؟ لا هو عادي القهوة ما فيها. جميل، يعطيك ألف عافية. نقول يعني احنا في نهاية هذه الحلقة شكرا على المعلومات المميزة اللي اعطيتينا اياها، وحاب ان انا اقول لمستمعينا شكرا برضو انتم لكم على مشاركتكم. شكرا لضيفتنا آلاء جوتا اخصائية تغذية علاجية بعيادة فقيها التنفيذية، يعطيك ألف عافية. أهلا، شكرا على المعلومات المميزة اللي طرحتيها لينا. شكرا لزملائي ومن إخراج البث مشاري الحربي. شكرا أيضا لكم أنتم أعزائي المستمعين في مشاركتكم واستماعكم لهذه الحلقة. يتجدد اللقاء بكم غدا بإذن الله في نفس الموعد من الساعة 3:30 وحتى الساعة 4:30 ما عدا يوم الجمعة. كنت أنا معكم يحيى الشاطر، في أمان الله.